بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا هو مرقد النبي نهابيل عليه السلام والمدفون فوق جبال الزبداني. النبي هابيل عليه السلام طوله تقريبا 16 ذراع، وإذا يردون يسوون يعني مرقد فيحتاج إلى مسافات كبيرة. النبي هابيل عليه السلام طوله 16 ذراع، قتله شق أخوه قابيل بوسوسة من الشيطان. هذا هو مرقد النبي هابيل عليه السلام في أعالي جبال الزبداني. الأجواء جميلة جدا والمكان مرتفع ورائع، والجبال عبارة عن جبال بيو وحمر. كرار حسيني أخي صباح الخير، فرانسيسة صباح الخير، صباحكم الله بالخير والعافية. هنا مرقد النبي هابيل عليه السلام، منطقة الزبداني القريبة من الحدود اللبنانية، على ارتفاعات عالية جدا. طبعا ما يقبلون يصور احنا الجبال لانه في حرس. ستار الاسدي جرح زمان اخي سلام عليكم، ان شاء الله برامجنا القادمة باذن الله راح تتضمن سوريا ولبنان وايضا سوريا مناطق الجبلية. هذا هو خادم النبي هابيل عليه السلام، بس وهذا هو ضريح نبي الله هابيل عليه السلام في منطقة جبلية جميلة جدا. وعلي رباعي صباحكم الله بخير، راح نشاهد بما مسموح لنا من تصوير يعني فقط. هذه هي جبال لبنان اللي أمامكم تشاهدونها، هي جبال لبنان. أكرم الشحماني السلام عليكم أخي العزيز. اللي أمامكم هي جبال لبنان، فما نستطيع يعني تقريبا نتقرب عليها لأنه بالمقابل موجود حرس أيضا درك. وهذه هي جبال سوري، سبحان الله، فقط يفصل بينهم وادي، يعني وادي فقط يفصل. هذا الوادي اللي أنا تشاهدون، هذا الوادي يفصل بين جبال لبنان وجبال سوريا. مباشر سوي اي صح؟ لا انت سوي، ما اعرف اسوي. عشتو نسبة بيخانة نزمة وتحكي